بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب معنا الباشمهندس مين؟ باشمهندس فتحي. منين هندسة؟ من أبو الصير. أبو الصير إسماعيلية. بنجرب له هيتر كهرباء يونيتك. طبعا احنا النهارده كام ساعة في الشهر؟ 14 كام؟ 14 12 2024 صح؟ 2024 23 حرام عليك. سنه ضاعت كده اقسم بالله. انا بص سنه لسه التاريخ مفيش. يعتبر ده فاضل منه اربع قطع بس. كده الجهاز اشتغل على نفسه اهو. سيبه خمس دقايق بالظبط. تمام. طبعا الجهاز ده وزنه 6 كيلو. تمام. ابعاده على الكرتونه اهي. وزنه 6 كيلو، ابعاده 39 في 21 في 34. تمام. احنا طبعا يعني يعتبر عندنا خمس اجهزه فاضيين من الحاويه بتاعت الهيتر الصغير ده. هيتر يونيتك. تمام. بتاع التشغيل بتاعه من هنا اهو بس. بالظبط من هنا بس. لف 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 اهو. عاوز تجيبه بس على كام ده الترمومتر بتاعه؟ والمؤشر تحت هنا اهو. تمام. كده مظبوط على 40. عاوز مثلا كل شويه طب درجه. ده التشغيل. بس. تفصل. طبعا سلك محمل حاجه محترمه جدا. تمام. جهاز محترم. الجهاز ده يعني بيغطي كام متر؟ متوسط 20 متر. تمام. طب انا لو عندي مساحه 40 متر ولا 50 متر ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب حته دفايه اللي هي الغاز العاديه. تمام. واشغلها ترفع لي الايه؟ ترفع لي الحراره تظبط لي الدنيا والهيتر ده وهديها والهيتر ده يشتغل ويفصل ويظبط لي الدنيا. لو اشتغل اوتوماتيك طبعا. والله في الظهر اهو. يعني نوصل لحاجه